وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين. أرحب بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. ما أبرز ما يميز العلاقات بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، وما هي مستجدات التعاون بين الجانبين؟ شهد التعاون الطويل الأمد بين الأمم المتحدة والبحرين تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وذلك على عدة أصعدة ومستويات. فعلى الصعيد متعدد الأطراف تجسد ذلك في مشاركة البحرين على أعلى مستوى في الفعاليات الأممية، بدءا بمشاركة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة في أواخر العام الماضي، ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أعمال الجمعية العامة 79 في سبتمبر الماضي، مرورا بمشاركة معالي وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني في مؤتمر قمة المستقبل الذي انعقد بنيويورك في أكتوبر الماضي، وغيرها من المحطات الهامة التي تترجم عمق هذه العلاقة. من جهة أخرى، مثلت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحرين في شهر مايو الماضي للمشاركة في القمة العربية التي استضافتها المملكة وجها آخر للتعاون الوثيق والعلاقات المميزة بين الجانبين، لا سيما في معالجة قضايا الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي وقضايا التنمية المستدامة. أما على المستوى القطري، نستعد حاليا لتدشين إطار الشراكة الجديد للفترة 2025-2029 بعد مشاورات مكثفة شملت قطاعا عريضا من الشركاء الوطنيين في المملكة من حكومة وقطاع خاص، ولأول مرة المجتمع المدني، لدعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول أجل 2030، وذلك اتساقا مع أولويات التنمية الوطنية وفقا للرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وبرنامج العمل الحكومي 2022-2026. وأود الإشارة في هذا الصدد أن المشاورات كانت بناءة وتفاعلية وعكست درجة عالية من الملكية الوطنية. نعم سيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.